بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم سوف نتحدث عن عشبة أو تابل من التوابل الغالي قيمته من ذهب، الزعفران. يطلق على الزعفران أيضا اسم الصعفران بالسين، وهو تمرة نبات ذي لب يشبه بعض أنواع النباتات السامة التي تنبت في البرار في فصل الخريف. وفعلا هو من النباتات السامة لأن الإكثار منه يقتل، والحصول على بذور الزعفران ليس أمرا بالسهولة التي قد نتصورها، فنحن بحاجة إلى 100 زهرة منه لكي نحصل على غرام واحد من حبوبه الجافة. ويستعمل الزعفران أكثر في بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط، فنحن في المغرب الأقصى نستعمله في كل الوجبات الغذائية وإنما بمقادير قليلة، كتحمير الدجاج أو طواجين الدجاج، كالكسكس والأرز والشواء وفي المعجنات وفي المشروبات وغيرها. وبإضافته إلى الطعام يتحسن طعمه، ولإعطائه منظرا بهيجا فسكان حوض البحر الأبيض المتوسط يحبون الألوان الزاهية من ألوان طعامهم، كما أن الزعفران يسهل هضم الأطعمة وهذا ما لا يعرفه الناس، فالحساء الذي يخلو من الزعفران لا يكون حساء بالمعنى الصحيح لأنه يكون مفتقرا إلى الطعم واللون وسهولة الهضم. فالهولنديون مثلا لا يحتفظون بجبنهم بدون زعفران، فهو معقم، فإذا كنت من هواة الجبن المذاب فلا تتناوله دون أن تضيف إليه بعض الزعفران الذي يسهل هضمه أو يسهل هضمه ويجعله خفيفا على المعدة الحساسة. وإذا كنت من هواة الأرز وصحون الأرز المتنوعة فلن تنسى تابل الزعفران الذي يعطيه مذاقا شهيا ولونا جميلا. يستعمل مغلي الزعفران في تهدئة بعض آلام المعدة، ولكن بعض الذين يستعملونه في هذا السبيل يجهلون نسبه الصحيحة والكمية التي هي مطلوبة في الاستعمال، ويمكن تحديد هذه النسبة بجرام واحد في 5 كؤوس وأكثر. ويستعمل الزعفران خارجيا في التدليك وفي حالة التهاب المفاصل، ومغلى الزعفران في لتر واحد يستعمل لدلك العظام والمفاصل الموجعة في فصل البرد لأنه مسخن، وكذلك لدى الأطفال وكذلك لدى المسنين ما عدا الحوامل والمرضعات. ويمكن إضافة الزعفران إلى العسل، وبهذا المزيج يحلى الدواء والغذاء. أما في الطب فيستعمل الزعفران كمذر للطمث، أي إكثار كمية الطمث وبمقادير كبيرة يسبب الإجهاض. إن الإكثار من الألياف النباتية مثل الإقبال على الخبز بالنخالة الغليظة أو باقي الحبوب الأخرى كالشعير والذرة تسبب أمراضاً كالأنيميا لسد مصفات الأمعاء، أي فقر الدم وعدم قدرتها على التمثيل الغذائي الكامل لتصفية المعادن، وبهذا يكون فقر الدم في حالة حرجة أو الجسم في حالة حرجة ونقص المعادن الأخرى، وقد يصاب أيضا المعي بالسيلياك وغيرها من الأمراض. والزعفران له عدة فوائد، ولكن يجب معرفة الطرق الخاصة باستعماله كما نستعمله نحن في المغرب الأقصى، لأنه غني بالمواد المغذية وحل معضلات صحية كثيرة، لهذا كان ثمنه غالي لصعوبة زرعه وحصاده وجمعه، وكان لونه جميل ويضفي الجمال على الجلد، ويستعمل أيضا في تجميل العروس، وهو من التوابل الغالية الثمن وله استخدامات عديدة، وله نكهة تفتح الشهية، وهو مسخن ومرطب
ومفتح للسدد كفتح عروق القلب وطارد للغازات ومطهر ومنشط، وله استعمالات جمالية لترطيب الجلد والجمالية، وجماليته أيضا في وضعه كمعطر في صناعة العطور لروائحه الشهية المعطرة. وكانت تسبغ به أتواب الحرير الغالية في القصور والبيوتات التي هي خاصة بالنبلاء. وهو مثل صباغ المركس، يستعمله الملوك في صبغ السلهام والجلباب، وهو مضاد للقلق والزهايمر والاكتئاب، ولكن الإكثار منه يقتل، لأنه يحدث الغثيان والدخة وعدم النوم والصداع ونزيف الأنف والإسهال الدموي، وهو ممنوع بثاثا على الحامل وعلى المرضع. وأحيانا قد تحصل الحساسية لأمثال الزعفران ويرفع من دقات القلب وضغط الدم. وكذلك في حالة المزاج السيء قد يسبب الهوس، لهذا استعماله في حدود من الأفضل. ونبات الزعفران أو الصعفران يشرب في الشاي، ويستعمل في طهي الأسماك واللحوم والطواجن في حوض البحر الأبيض المتوسط، ويستعمل في تلوين العجائن وإضفاء عليها نكهة جميلة، ويساعد على راحة الأعصاب، ومضاد للأكسدة، وفيه مواد دابغة، واستعماله بأقل كمية ورائحته أشد طيبوبة وطيبة جدا. يحتوي على مضادات الالتهاب، لا يتوفر على مضار إذا استعمل بقياس، وإنما فهو سام إذا استعمل بمقدار كبير على الدوام. ويجب إدخاله كتابل من التوابل وبقدر قليل مثل التوابل الأخرى، مثل الزعتر والنعناع والشيبة، والتوابل كالإبزار والزنجبيل وغيرها من التوابل الموجودة في المغرب والموجودة في الشرق الأقصى بشكل كبير. وللأطفال أيضا يستعمل في شراب لتهدئة طباعهم، وله عدة مزايا صحية إذا استعمل بقدر معلوم، لأنه يرفع من قوة مفعول العلاج لمن به سرطان أو حساسية أو أمراض جلدية، ويفعل الأدوية بشكل أحسن، رغم أنه لا يشفي هذه الأمراض وإنما يفعل من الأدوية عند الاستعمال. والمغرب من البلدان المنتجة للزعفران وبجودة عالية، لأن مناخه جيد وبه يد عاملة خبيرة. وتتوفر وردة الزعفران، والوردة هي هذه لونها على هذا الشكل، وتتوفر وردة الزعفران كما ترون على مواد جيدة إلى جانب خيوط الزعفران لغناها بالبوليفينات، هذه الخيوط، ومضاد للأكسدة، وفيها نسمة طيبة ومذاق لذيذ وطعم مقبول، وخاصة في إذا أضيف إلى المغذيات مثل الطواجن والمخبوزات والحلويات والأرز على الخصوص. وبالنسبة للزعفران فيستعمل مغليه في علاج بعض الأمراض، وفي الطب يستعمل أيضا كمهدئ، وقد يسبب الإجهاض إذا استعمل بشكل كبير. لهذا فالمبالغة في الشيء تجعل التابل الزعفران أو تابل الزعفران يؤدي ضد ما نحتاجه من علاجات، فهو يفعل العلاجات وإنما لا يعالج، ويضاف إلى الطعام مثل التوابل الأخرى، كما يضاف إلى مواد التجميل والعطور وكل المسائل الخاصة بالجلد والشعر، لأنه معقم جيد. أحبائي، أتمنى لكم سنة جميلة مثل الزعفران، وكل عام وأنتم بخير.